بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فما أحيانا شكون يعني يغير ال الانجكشن إلى كربلاتير في السيارات القديمة، في الجديدة راه صعيب شوية، لأن السيارات القديمة ما زالت فيها الأرجاء باش يغير من انجكسيون إلى كربلاتير. باش يعملوا هما يسدوا هنا أماكن الانجكتيرات، يسدوهم بأي حاجة، أماكن الانجكتيرات شفتهم مسدودين، ويبدل كل كتير عادي ويبدل كربلاتير عادي. طبعا الانجكسيون يكون يخدم بمضخة نتاع بنزينة من خزان طول. الانجكسيون ما فيش من مضخة نتاع بنزينة في الموتور، ما يجيش فيه مضخة بنزينة نتاع الموتور، ما لازم يقعد يستعمل المضخة نتاع الخزان. وبالنسبة للمضخة نتاع الخزان إذا كان يستعملها مضخة قوية ما تمشيش مع كربلاتير، ولهذا لازم يشري مضخة خاصة يسموها مضخة بابا، اللي هي كما هذه يسموها قطرة قطرة أو يعني بابا، يعني خطوة خطوة أو حاجة كما كيك. هذه باش يركبها باش يعطي باش تعطي بنزينة للكربلاتير وتوقف وحدها، يعني لازمها توقف، يعني كي تكمل تعبي كربلاتير توقف. هذه حاجة خاصة، هذه يسموها مضخة بدل الكهربائية اللي في الخزان. انما هذه ما تمشي الا مع الكربلاتير، ما تمشيش مع الانجكشن، تمشي كان مع الكربلاتير. هذه المضخة هذه تمشي الا مع الكربلاتير، باش تعرفوا اللي هي خاصة بالكربلاتير فقط. انما الانجكشن لازم تجيك قوية في الريزرفوار في الخزان. هذه خاطر مش قوية، هذه تمشي كما المضخة الميكانيكية، يعني مضخة كهربائية بدل الميكانيكية سموها هذه، مضخة كهربائية بدل الميكانيكية. تو باش نركبوها ونجربوها ونشوفوها ونريكم كيفاش تخدم. ما تو جبنا احنا مضخة جديدة، هي يعني الماركة هذه يقولوا باهية مش خايبة، يعني هذه ما عرفش هي من وين بالضبط، طليان ولا اسبانيول ولا ما عرفش. فيها يجي فيها المضخة هذه، ويجي حتى بعيد ميسج المضخة هذه، ويجي فيها معها قطعة هذه. القطعة هذه شنو هي مهمتها؟ هذه عادية، في ناس اللي عندها يعني فيلتاج طول، يعني ديري تحديد طول تحط هنا بالفيلتاج، واللي ما عندهاش باش يركب يعني خرطوم نتاع بنزين عادي يركب هذه، يركب هذه مكانها هكا. هي ما فيهاش، ما يجيش فيها لا رونديل لا شيء، هي كونيك تكبسها وكاهو. نجي هنا بالنسبه لل اي مكان تختاره انت في الهيكل او في كذا وتركبها. هنا انا تو باش نركبوها هنا. طبعا اذا كان لقينا لها مكان حاضر باهي، ما كانش احنا نقبلها، نقبه هنا ونعمل لها فيس باركير، ونحطوا واحد منهم نحطوا معه خيط الماس اللي هو خيط السالب، هذا السالب نحطوه معها باش يعطينا السالب. تو شفتوا هنا ركبناها، اعطيناها خيط ماس هنا اللي هو في الكاروسه ديريكت، مش لازم يجيبوا لها جايبين لها خيط ماس، هما عطوا الكاروسه ديريكت وركبناها هنا. وطبعا ركبنا لها الدريات نتاعها وهذوما كل شيء، والدريات ومشينا ليسونس، يعني العمليه سهله ما فيها شيء. تجيب لها كهرباء عادي من الكونتاكت وتحط لها ماس من هنا، هاي خدم تو. خدم اي خدم، شفتوها تو، شفتوها كيفاش يخدم، او تخدم لاباس عليه. إذا كان هو هنا عاملين له رتور فكت، حط كونتاكت. تو شوفوا سمعوها تخدم، سمعتوها تخدم، ها تخدم تو ناحي كونتاكت. هذه إنسان كي يركبها، إذا كان الفاق إن هو فما عنده خروج بنزينة كثرة هنا، يعملها فلتر كما هذا، يسموه فلتر للرتور. إذا كان ما فماش يعني بنزينه خارجه من الكربلاتير من هنا، يعني ايسونس خارج يبدا فايض، مش لازم يحط لها حاجه كيما هذه، لان هذه فيها رتور برشا. اذا كانت عملها تولي ما عادش تعبي الكربلاتير على كيفها، تولي طول ترجع للخزان، طول ترجع للخزان، فهمتني؟ اي تولي هنا تغط، تولي ما عادش تمشي الكهرباء. هذه خاطر الفكره لازم ما تكونش، هذه يعملوها كان للمضخه العاديه اللي هي بتاع ال 205. هذه العملية سهلة، هاو يعمل فلتر من هنا قبل كل شيء، هاو نشوفوا الفلتر يتعبى، يعمل فلتر هنا يكفي اللي هو في الدخول، في الخروج مش لازم، يعمل ديريت عادي. خدموا نشوفوا التعديل نتاعو جا باهي ولا لا. شوفوها ما شاء الله.
التعديل اذا كان واحد بشي رجل يعني الرونتي وحده من هذه ها يزيد ينقص من هذه واحد هيك يزيد ينقص من هذه ها نشوف تنربطها على خطوه تولي تنزل شفتوها تنزل على كيما تحب من هنا تفتحها شويه تزيد منها رونتي كيما تحب انت من هنا تزيد منها رونتي كيما تحب انت هذه كيف كيف هذا كيف كيف ينجم يرجل منها كيما يحب هو هنا العمليه سهله وبسيطه عملت انا التل هذه هنا وعملت هذه ميته شوي لانه الكربتر هذا متاع 403 مش حتى متاع 504 متاع 400 متاع 305 متاع 305 ما يقابلش المحرك هذا لان ما فيش دايكو هذا كان بالبوبينه لان كان قبل انجكسيون هذا كان قبل بالبخاخات فلهذا ما يمشيش معها صحيح اي ان شاء الله تنفعكم هذه الميكرو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته